تعالوا نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه روزان نصر. روزان موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. صباح الفل عليك يا روزان وتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي فرع الجزيره. طبعا متواجده معاكم لنقل الاخبار، يعني سواء في كره القدم او بشكل عام الاخبار العامه اللي موجوده دلوقتي. خليني طبعا اقول لكم في البدايه، يعني احنا في حاله فرحه ونصر الحقيقه منذ التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال11، حاله كده عايشاها يعني كل جماهير النادي الاهلي ويمكن كمان بالاخص الاعضاء. خليني ابدا معاكم بخبر مارسيل كولر المدرب الفني للنادي الاهلي، كتب على صفحته على انستغرام: منذ سنوات كتبت جمله على الورق واغلقتها في درج مكتبي، اريد الفوز بدوري الابطال. الان اصبح الحلم حقيقه، فلقد عملنا معا وتحقق حلمي وحلمكم، نحن الفائزون بدوري الابطال، شكرا لكل من ساهم في حلمي وحلمنا. طبعا الحقيقه يمكن خليني اقول انه من اكتر الحاجات المفرحه اكيد بالنسبه لنا كلنا تحقيق النجاح، وخاصه لو احنا في هدف قدامنا اكيد علشان نوصل له في الاخر بيكون احساس بصراحه مميز جدا، ويعني الحقيقه محفز ويدعو للفخر، وده اكيد اللي احنا بنعيشه دايما مع النادي الاهلي ببطولاته اللي مخليانا الحقيقه دايما يعني فخورين اكيد اننا ننتمي للقلعه الحمراء. تاني خبر بقى معانا النهارده، عايزين نعرف المشاهدين كمان بالاخص الاعضاء اللي بيتابعونا في كل مكان استمرار سحب استمارات اختبارات الناشئين. قطاع الناشئين لكره القدم يعني بالاهلي بدا الامس عمليه طرح استمارات الاختبارات اللي تبدا كمان عمليه البيع في تمام الساعه 10 صباحا، ويعني تبلغ قيمه الاستماره الواحدة 100 جنيه وتباع الاستمارات من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا يوميا حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك طبعا داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر كمان في القاهرة الجديدة. ويفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين لاختبارات الناشئين من مواليد 2007 حتى 2018، علما أن الاختبارات خلاص هتبدأ يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري. كمان بما اننا بنتكلم اكيد عن قطاع الناشئين، يمكن في لقطه حلوه جدا حصلت كمان من يعني النجم المصري محمد النني نجم ارسنال الانجليزي لتواجده اكيد بالامس في قطاع الناشئين يعني لتحفيز اللعيبه، ودي يعني الحقيقه لقطه اكيد بتحفز كل اللعيبه لما يكون من نجم كبير زي اكيد كابتن محمد النني. خليني اقول كمان انه كان حريص جدا على دعم القطاع بالكامل وتواجد ايضا يعني برفقه بدر رجب مدير قطاع الناشئين، ونشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية للناشئين على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص فيسبوك صور تجمع محمد النني مع عدد من لاعبين قطاع الناشئين معلقا: عاد إلى حيث ينتمي. اخر خبر بقى معانا النهارده، الحساب الرسمي للنادي الاهلي قام بتوجيه الشكر لمعالي وزير الرياضه بالمملكه العربيه السعوديه سمو الامير عبد العزيز بن تركي لمباركته الفوز الثمين للاهلي بالبطوله الافريقيه، وكتب الحساب الرسمي للاهلي على تويتر قائلا: كل الشكر والتقدير لوزير الرياضه السعودي على التهنئه الغاليه والعزيزه. يعني سريعا خليني كمان انقل لكم الاجواء هنا في النادي الاهلي فرع الجزيره. الحقيقه يعني خليني اقول انه كل الاعضاء هنا متواجدين للتصوير امام يعني دولاب البطولات، يعني اللي انتم شايفينه اكيد من خلفي الكل فرحان، الكل يعني فخور بالنادي الاهلي زي ما قلت بطوله مهمه جدا. خليني كمان اقول النهارده درجه الحراره للاسف عاليه شويه، ويمكن الارصاد الجويه حذرت من يعني نزولنا النهارده، يمكن ده مخلي الاعضاء النهارده عددهم أقل من العادي. كمان هيكون في هواء جديد من بعد الساعة يمكن واحدة شوية، ولكن بنتمنى أن درجة الحرارة تكون أحسن الأيام القادمة. دي كانت كل الأخبار وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة، بشكركم وأعود ليكم مرة تانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا ليك.